أطلق معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة دانات أعمال منتدى اللؤلؤ في حدث هو الأول من نوعه على مستوى العالم بمركز الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة للثقافة والبحوث بالمحرق، وبمشاركة متحدثين محليين وعالميين وحضور عدد من خبراء اللؤلؤ من دول مختلفة حول العالم. يهدف منتدى اللؤلؤ لتعزيز سمعة مملكة البحرين بصفتها مركزا رائدا على المستوى الإقليمي والدولي في مجال تجارة اللؤلؤ، وتقديم صورة كاملة عن اللؤلؤ الطبيعي وخصائصه وامتيازاته التي يتفرد بها. وقد بدأت فعاليات منتدى اللؤلؤ بمحاضرة تحدث خلالها سعادة الدكتور محمد بن دينة رئيس المجلس الأعلى للبيئة عن البيئة المائية في البحرين وأثرها على اللؤلؤ. ثم تلا المنتدى جلسات تحدث فيها عدد من الخبراء والأكاديميين عن اللؤلؤ واستخراجه وعن مملكة البحرين وتميزها في هذا المجال. يهدف المؤتمر إلى إدراج البحرين كمركز عالمي للبحوث في مجال اللؤلؤ الطبيعي، فكل الباحثين في اللؤلؤ الطبيعي من كل أنحاء العالم بيتجمعون في البحرين اليوم، بناقشون المستجدات في سوق اللؤلؤ الطبيعي. إحياء صناعة اللؤلؤ جاب توجيهات سامية من سيدي صاحب الجلالة ومتابعة حثيثة من سيدي سمو ولي العهد. إعادة الأحياء بدت في تخصيص منطقة محمية وهي كبيرة تعتبر 1336 كيلومتر مربع لصناعة أو للغيص للؤلؤ، وفي نفس الوقت كم تشجيع المواطنين البحرينيين اليوم يملكون حول 3000 رخصة غوص للؤلؤ مواطنين البحرينيين، بالإضافة لوجود مراكز غوص تأخذ الأجانب لغوص اللؤلؤ. تم تنظيم القطاع، وبالنهاية تحتاج مختبرات على جودة عالية مثل دانات يقيس مستوى حجم اللؤلؤة وجودتها لتقييمها بشكل مناسب، سواء للغيص اللي غاص لها أو حتى للسائح إذا كان وجد لها اللؤلؤة.